الحياة الإيمانية للإنسان المؤمن الحسيني توجب عليه أن يشخص ويحدد خطه الفكري والسياسي في المجتمع وموقفه إزاء الحق والباطل. لا يوجد خط وسط بين الباطل وبين الحق. الجالسون في البيوتات الذين لا ينصرون المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمضطهدين تحت أي عنوان، هم في الواقع يقفون مع الباطل بصورة غير مباشرة. هذا الذي أشار إليه الإمام الخميني عليه الصلاة والسلام، أن الذي دفع إلى مقتل الحسين فئتين: فئة كثرت الجمع لقتل الحسين، وفئة تخاذلت حتى جعلت من شوكة الظالم وشوكة يزيد بن معاوية شوكته الأقوى، فقتل الحسين. الآن أشير إلى التساؤل الذي دائما وأبدا في خطابات عاشوراء على لسان ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي أعلى الله مقامه الشريف يريد أن يحرك هذا التساؤل مدى الزمن وعبر التاريخ. وألا يبقى هذا الإنسان المؤمن حيالها حيال قضايا الحق وقضايا الباطل محايدا لا إلى الحق ولا إلى الباطل. في الواقع ما في حياد. يقول أنا متعاطف مع المعتقلين، أنا متعاطف مع الشهداء. إن كنت ترى أن الشهداء على حق فعليك أن تنصر خطهم وتنصر أهدافهم وتحرك الأوضاع من أجل تحقيق أهدافهم. هذا هو التطبيق. التعاطف نظرية لا قيمة لها. كذلك تعاطفك مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وبكاؤك على مظلومية الإمام الحسين لا يكفي في خط نصرة الإمام سلام الله عليه.